تفضل أخي أبو علي من جدة من الرياض. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا طال عمرك بسؤال عن بخاخة، هو يفطر الصائم ولا ما يفطر شيخ؟ إذا كان يستطيع تأجيله إلى الليل فهو أحوط له. نعم. إذا كان يستطيع تأجيله إلى الليل فهو أحوط له. بخاخ يدوي إذا. إيه معروف. يفطر. أقول يخليه بالليل أحوط له وأبرى لذنبه. عند الضرورة. عند الضرورة يتناوله، وإذا أحس بطعم له في حلقه يلفظه ولا يبتلعه. صوت سمعي شوي ثقيل يا شيخ. يلا يشفيك ويعافيك. شكراً.